الأحوال الجوية برعاية جام للتأمينات. أسعد الله مساءكم مشاهدينا، أهلا بكم في النشرة الجوية الخاصة بأمسية اليوم ونهار الغد 19 جانفي 2016، ونستهلها كالعادة بدرجات الحرارة المتوقعة والخاصة بهذه الأمسية وهذه الليلة بحول الله. دائما تبقى موسمية ومنخفضة، نسجل 6 درجات بالجزائر العاصمة، 3 درجات بالمناطق الساحلية الغربية والمناطق الساحلية الشرقية، درجتان فقط تحت الصفر تهم المرتفعات الغربية والمرتفعات الوسطى، ناقص 5 درجات أو 5 درجات تحت الصفر أقول بالمناطق الداخلية الشرقية، درجتان فقط بمنطقة ثورة حتى بشمال الصحراء، 4 درجات بالجنوب الشرقي على منطقة إليزي وعين أمينس، 6 بالجنوب الغربي حتى بالصحراء الوسطى، نفس المقياس مرتفعات الهجار والتاسيلي، وأخيرا 13 درجة نسجلها كأعلى حد بأقصى الجنوب. إذن بخصوص الوضعية الجوية المتوقعة والخاصة بصبيحة الغد بحول الله، دائما مع الأجواء الشتوية، لكن هذه المرة سوف تهدأ بعض الشيء الأوضاع، بحيث سوف نشهد أجواء غائمة وسحب كثيفة تميز معظم بل جل المناطق الشمالية، قد تكون مرفوقة ببعض القطرات من الأمطار. إذن هذه الغيوم سوف تمتد إلى شمال الصحراء، الصحراء الوسطى، لتصل بذلك إلى أقصى الجنوب، دائما مع خلايا رعدية منعزلة بالصحراء الوسطى وأقصى الجنوب، بينما تكون أوضاع مستقرة والسماء صافية بالجنوب الغربي، دائما مع رياح جنوبية قوية والمؤدية إلى زوابع رملية. إذن من أحوال الطقس نمر مباشرة إلى درجات الحرارة المتوقعة والخاصة بظهيرة الغد بحول الله، سوف تعرف ارتفاع محسوس وملحوظ على كافة المناطق الساحلية والمناطق الداخلية أيضا، بحيث نسجل 14 درجة بالمناطق الساحلية الوسطى وحتى الشرقية، 12 درجة بالسواحل الغربية والمناطق المحاذية لها، 5 بالمناطق أو المرتفعات الغربية، 6 بالمرتفعات الوسطى، 8 درجات المناطق الداخلية الشرقية، 13 درجة بشمال الصحراء، 15 درجة بالجنوب الشرقي على منطقة إليزي وعين أمينس، 14 بمنطقة الثورة، 20 بالجنوب الغربي على منطقة تندوف، نفس المقياس بالصحراء الوسطى، 24 درجة على مرتفعات الهجر والتاسيلي، وأخيرا 31 درجة نسجلها كأعلى مقياس ببرج باجي مختار وعين قزام. للملاحة والصيد البحري مشاهدينا، البحر سوف يكون محليا قليل الاضطراب على الشواطئ الوسطى، يكون هذا بفعل رياح تكون جنوبية غربية سرعتها تتراوح بين 25 و30 كيلومتر في الساعة، بينما يكون البحر من مضطرب إلى هائج محليا بكل من الشواطئ الغربية والشواطئ الشرقية، دائما بفعل رياح تكون مختلفة الاتجاهات سرعتها قد تتراوح من 30-40 كيلومتر في الساعة. الختام يكون كالعادة بمواقيت شروق وغروب الشمس الخاصة بالجزائر العاصمة والبعض من ضواحيها، بحيث الشروق سيكون بإذنه تعالى بتمام 8 إلا 3 دقائق، بينما الغروب سيكون بتمام 5:59 دقيقة. لأكثر تفاصيل يمكنكم التواصل معنا عبر الموقع الإلكتروني الظاهر أسفل الشاشة، وكذا مختلف مواقع التواصل الاجتماعي. كل هذا بإذنه تعالى، شكرا لحسن الإصغاء ومتابعة، في أمان الله. الأحوال الجوية برعاية جام للتأمينات.